مباراة منتخبنا الوطني العراقي ونظيره الكوري الجنوبي التي انتهت قبل قليل بالخسارة بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 في سيول عاصمة كوريا الجنوبية. خسر منتخبنا المباراة وقدم أداء نوعا ما أفضل من الأداء اللي قدمه بالثلاث مباريات اللي مضت من عمان وكويت وفلسطين. قدم منتخبنا أداء أفضل ولكن أخطاء دفاعية بحتة كلفت منتخبنا 3 أهداف وكان ممكن أنه إحنا نحقق نتيجة لربما خلينا نقول أنه نبقى متعادلين ونحصل نقطة. اللي صار يعني بصراحة طبيعي، كنا متوقعين لأنه الخسارة واردة من المنتخب الكوري. منتخب الكوري منتخب قوي ومنظم ويلعب كرة قدم حديثة، لذلك الخسارة من المنتخب الكوري هي خسارة يعني خلينا نتفق عليها أنه هي طبيعية. خلينا نشوف شنو صار قبل المباراة وش بيها أرضية الملعب اللي صار عليها لغط كبير جدا. أرضية ملعب المباراة من قريب هاي الأرضية، بس من تشوف تسوي بعيد لا تبين انه بس من تتطرب عليها تشوف اكو فراغات، وكذلك هي مصبوغة يعني فراغات صابغيها على مود تبين اخضر. لاحظ شو صبغ حاطيها هاي الأرضية من قريب. شوف مثلا هاي ايضا هنا أنا صبغ، لان هاي فراغ اكو تبين فحاطي صبغ. يعني الارضيه مو جيده بصراحه، بس من بعيد تبين. شوف طلع صبغ، لاحظ تبين الصبغ. شوف هذا صبغ. لو كان هذا الملعب في العراق للاتحاد الاسيوي سوى اشياء، يعني قام يتفنن زين. لو الجمهور العراقي على قولتك، لو الجمهور العراقي اوه شو، بس هي بكوريا طبيعي جدا. ليش؟